السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم وموجز الأخبار من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك اليوم أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، كما ستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية خلال أيام. وذكر متحدث باسم الحكومة أن سوناك سيدعو الحلفاء إلى تكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا. قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى إن روسيا ألغت عملية تبادل كانت مقررة لأسرى الحرب. وأفاد مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب إن العملية ألغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي. وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير الجاري، وشملت 100 الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها 11. أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سحب سفير بلاده من إيران مؤقتا للتشاور، وفي أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، أكد وزير الخارجية أن لندن تبحث المزيد من الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران. وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، مشيرة إلى أنه المحرك الأساسي في استخدام طهران لعقوبة الإعدام. قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم اكتشاف 5 أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرية في منزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وأنه جرى تسليمها على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل. وكان البيت الأبيض قد أكد أن الوثائق ترتبط بالرئيس بايدن، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما في الفترة ما بين 2009 و2017. حذرت جانيت يالين وزيرة الخزانة الأمريكية من أن بلادها ستصل إلى سقف الدين الخميس المقبل. يالين أكدت في خطابها إلى الكونغرس أن وزارة الخزانة الأمريكية ستبدأ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المحددة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة.